آفة الحاكم والقاضي قبول هدية من أحد. وقد كان عمر بن عبد العزيز لا يقبل هدية من أحد حتى من أقرب أقربائه، فقيل له: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. فقال: إنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، لأن فضله على جميع الخلق، أما نحن فهي لنا رشوة يطمعون بها في حيفنا لهم. وقال أحد الفضلاء: إذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواها، والقوة طاقة البيت. وقال مزبد: الهدية تعور عين الحكيم، وسائر الناس تعميهم. وقال ابن حمدون: ولي أبو علي المشيخي القاضي المظالم ببلخ، فكتب إليه أبو يحيى يداعبه ويستهديه من ثمرات بلخ وفاكهتها، فأهدى إليه حمل صابون، وكتب إليه كتابا قال في فصل منه: وقد بعثت إلى الشيخ أيده الله حمل صابون ليغسل به طمعه في. والسلام. وقال الشاعر: إذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواها. وقال الثوري يرحمه الله تعالى: ما وضع أحد يده في قصعة غيره إلا زل له.